هذه أول قطعة تسجيل أشتريها وبلشتها مع قناة ريد فوكس زيرو اللي هو الجيم كابتشر اتش دي. فعلا كان الجهاز هذا أنا ذاك يعني كان متطور، وبالعكس الحين قاعدين نشوفه بدائي ونسميه قطعة تسجيل بدائية، أي كان يعتمد على نفسه يسجل من غير كمبيوتر وخرابيط، هذا شيء حلو. واللي بعده بعدين اشتريت اللي هو الايفر ميديا لايف جيمر بورتبل، مثل ما تشوفون هذا بوك الايفر ميديا لايف جيمر بورتبل، هذا هو الايفر ميديا لايف جيمر بورتبل. فعلا يعني استعنت بالجهاز هذا بحالات واجد، نفعني بتسجيل، نفعني باشياء، وفعلا يعني ممتل الجهاز هذا وفرحان ان الجهاز هذا عندي، والى الان مسرور انه يكون الجهاز هذا من ضمن مجموعتي الخاصه. وبعدين اشتريت جهاز النحس اللي هو الاتش دي 60. فعلا الجهاز هذا ما عجبني، انا شخصيا كرايي الجهاز هذا ما عجبني وسبب لي مشاكل واجد بالقناه، فانا انصح الناس يبعدون عن الجهاز هذا. اما الجهاز اللي نفعني بحالات صعبه هم بعد يعني بتحسين مستوى القناه اللي هو الاكستريم كاب يو 3، اوريدي تقدر توصل يو اس بي واحد فيه، ما في مخرجين، وفعلا الجهاز هذا يسجل 1080 بي 60 فريم بالثانيه، هذا شيء حلو صراحه، ويعتبر الجهاز هذا الى الان فله ومفيد حق الناس اللي يبي يستعملونه. ايفر ميديا ارسلت لي جهاز لايف جيمر اكستريم، طبعا هذا هو فتح صندوق لايف جيمر اكستريم بشكل سريع، فعلا ما ودي اطولها عليكم، ابيكم فقط تعرفون على المحتويات. في فيديو ان شاء الله طويل عن فتح الصندوق راح اسوي لكم، ولكن تعالوا خلينا نشوف شنو اللي داخل او داخل الصندوق العجيب هذا. وفعلا مثل ما تشوفون هذه هي القطعه الجديده اللي هي LGX Live Gamer Extreme، هي احدث قطعه تسجيل نزلت بالسوق وافضلها بالنسبه لي. مثل ما تشوفون الديزاين حضاري وتحس يعني شيء جاي من المستقبل، هذا الشيء اللي حببني منتجات ايفر ميديا بشكل عام، وفعلا منتجاتهم يعني بالنسبة لي وبنظري حلوة. يعطونكم كذلك كتيب تحذيرات يقولك اذا كان الجهاز شقال او مشقال، يعني بالمختصر المفيد شذي. وعندكم هم بعد اشتراك اكسبلت 3 شهور، هذا راح ينفعكم حيل حق الناس اللي يحبون البودكاست. وتعالوا نحافر تحت بالعميق بعد الشيء البلاستيكي، ومثل ما تلاحظون في وايرات واجد، واولها اللي هو الكومبوننت لو عندكم جهاز وي او يعني اي جهاز يدعم كومبوننت تستعملونه، وكذلك الاي يو اكس واتش دي ام اي او اليو اس بي 3.0، هذا هو الاتش دي ام اي حق الجهاز، شيء حلو انه يعطونك اتش دي ام اي، وكذلك معطينك كيبل حق البلاي ستيشن 3 والبلاي ستيشن 2، وهم بعد معطينك برغي حق الجهاز من ورا، هذا راح اتكلم فيه بعدين، وأوراق يعني راح تنفعكم لو أنتم ضعت بتشغيل الجهاز ولا الأمور هذه إذا في أحد فيكم يقرأ إنجليزي. فهذا هو شكليا الجهاز شلون صاير، مثل ما تلاحظون شعار ايفر ميديا LGX شلون جاي LGX مميز، وكذلك شلون طلعي لك الكلام برز من الصوب الثاني اللي هو ايفر ميديا. يعني شكله حلو صراحة، ومن قدام مثل ما تلاحظون الصوب الثاني فيه مدخلين اللي هو مدخل حق الايفون ومدخل حق المايكروفون، لو انت حاب تحط نيك مايكروفون وتسوي بث مباشر وتوازن بين الصوت، هذول راح اتكلم ان شاء الله فيهم بعدين، بس انا احب اعطيكم بالمختصر. من ورا تلاحظون انه في اتش دي ام اي ان واتش دي ام اي اوت، يعني تقريبا انا قاعد اشوف الجهاز هذا مثل جهاز الاكستريم كاب يو 3 اللي هو يدعم اليو اس بي 3.0، بس هذا مميز يعني من ناحيه انه اضافوا لك فتحه يو اس فتحه يعني اتش دي ام اي اوت، انك تقدر توصل بالتلفزيون لو انت ما انت محتاج بالكمبيوتر، فهذا راح يغنيك عن اشياء واجد، وكذلك المدخلين اللي قدام. وهم بعد لو عندك قناه وعندك يعني على سبيل المثال عندك قناه باليوتيوب او عندك قناه بتويتش، تقدر تستعمل الفتحه او السكرو مني، مثل ما تلاحظون هذا هو اليو اس بي 3.0 من الصوب الثاني حق مدخل الكومبوننت، بس مثل ما قلت لكم قبل شوي تقدر تفتح الغطاء هذا وتشيل البرغي هذا، يعني برغي صراحة على شكل ايفر ميديا كذي شعارهم حلو صراحة. وطبعا تجيب اي ستيكر سواء ستيكر حق قناتك ولا الامور هذه، تقدر انت تطبعها بورقة A4 او توديها مطبعة وتطبعها وتحطها يعني عندك هني، او يعني تميز جهازك بنفسك اذا كنت رايح يعني على سبيل المثال بطولات او شيء وحاب تساهم بالتسجيل، فالجهاز هذا راح يميز نفسه بنفسه انك انت تقدر تحط شعارك هني بالمنتصف مثل ما تشوفون الورقة، وبعدين تسكر وتطق لوك ويبين ان هذا الجهاز ملك ريد فوكس زيرو او ملك فلان، يعني واحد من الشباب.
أو ملك أي شخص يعني اقتنى الجهاز هذا بالأساس. فلأن نرد نسكر ونشوف شلون يتسكر الحين هذا وتسكر شيء حلو صراحة. أنا أشوف الجهاز هذا شيء مرتب وشيء ممتاز صراحة. تعالوا خلينا نشوف طريقة التركيب. مثل ما تلاحظون التركيب سهل، اللهم أنك توصل USB 3.0 بالجهاز وبعدها توصل HDMI أو HDMI N، يعني هذا اللي أقدر أقوله. طبعا أنا تركيبة الكيبلات عندي تختلف عن تركيبة الكيبلات عندكم، لأن فعلا أنا رابط كل الأجهزة بكيبل HDMI واحد، وهذا هم بعد فيديو راح أتكلم فيه. يعني مثل ما تشوفون هذا واير طالع من السبليتر واصل. هذا طبعا السيتاب بسيط، يعني نظرة بسيطة أنا اللي أنتم قاعدين تشوفونه عندي محطة الفضاء الخارجي أوردي، يعني حوصة كيبلات وأشياء، يعني تقريبا كل شيء يعني موصل قطعة تسجيل وحدة وواير واحد طالع للتلفزيون أو كيبل HDMI واحد طالع للتلفزيون. فهذا يعني شيء حلو صراحة. أوردي تعالوا خلينا نشوف الإيفر ميديا RE Central الثاني، أي الفيرجن الثاني، وفعلا انبهرت من البرنامج هذا نفسه. مثل ما تلاحظون قاعدين نشغل البرنامج والحين نشوف البرنامج. هذه لعبة After Burner Climax مثل ما تلاحظون. أوردي هني الحين بسوي كابتشر راح يبين عندكم، وديت السهم تحت كابتشر بعد، فتقدر تسوي كابتشر حق الصورة وكذلك تقدر تسوي كابتشر حق الفيديو، أي تسجل الفيديو وتلتقط الصورة بنفس الوقت وتشارك الصورة بالتويتر أو الفيسبوك على حسب اللي يعجبك بالأساس. فهذا شيء حلو صراحة يعني من عندهم، أنهم يعني يكون الانترفيس مقارب صوب انترفيس إليغاتو ولكن أفضل مليون مرة من انترفيس إليغاتو، من غير أنه يستخرج الملفات والأمور هذه. أنا ما راح أتكلم عن إليغاتو واجد، ولكن أنا بتكلم عن إيفر ميديا ومدى روعة إيفر ميديا بأمور تحسينها بالابليكيشن أو خصوصاً الـ RE Central الثاني. أوردي وقفت التسجيل هني، إذا حبيت أراجع الملفات أروح أصعد فوق ميديا شير اوريدي اشوف الملفات اللي انا سجلتهم. فتشيك عندك يعني على حسب التايم لاين اول ملف من تحت لاخر ملف سجلته فوق، وهذا يعني السكرين كابتشر اللي انا سويته. وكذلك مثل ما تلاحظون 1080p 60 فريم بالثانيه قاعد يسجل، وهذا الشيء حلو صراحه. يعني هذا كواليتي على 13000 بت ريت، اي يعني معدل الميديوم كواليتي او مستوى الجوده على النص، فهذا شيء حلو صراحه. يعني اللي انا قاعد اشوفه يعني فعلا افرحني الجهاز هذا، وخصوصا هم بعد تقدر توصل مايكروفون من خلال يعني الفتحتين اللي قدام، سواء الاي او اكس او المايكروفون تحطهم وتستعملهم كلايف كومنتري او بث مباشر. وهم بعد تقدر تعدل الاعدادات مثل ما تشوفون عندكم هنا، اعدادات بسيطه خليتها 20000 بت ريت، او اسف ما ادري 60000 او 20000 بت ريت، اعتقد انها 20000 بت ريت ضاعت الحسبه. وهذه هم بعد لعبة Radiant Silver Gun نزلت على جهاز Sega Saturn، لكن أنا ما بيركز على Sega Saturn الآن، بركز على الجهاز نفسه. الحين بسوي لكم مقارنة بسيطة بين أو delay أو اللاج اللي يصير بين الشاشات، ويمكن في بعضكم لاحظ اللي استعمل يعني قطعة تسجيل راح يلاحظ الشغلة هذه. أوردي أنا مو موجودة عندي اللي هو اللاج، تقدر تلعب على شاشة الكمبيوتر، تقدر تلعب على شاشة التلفزيون، الخيارات قدامك مفتوحة، ولكن لازم يكون كمبيوترك يعني على قولتهم ذو جودة ومتطلب يعني متطلب للمواصفات قطعة التسجيل نفسها، يعني USB 3.0 i5 يعني كذي. اوريدي انا كمبيوتري يتحمل المواصفات هذه، وكرت شاشة كذلك فيه ورامات فيه، يعني شيء حلو صراحة. اما انطباع النهائي عن القطعة يعني شنو اللي اقدر اقولكم، انا جربت قطع واجد، جربت HDBVR اوكي اللي هي الهاك باج، وكذلك جربت الالغاتو. اوريدي انا فان ايفر ميديا واحب يعني منتجات ايفر ميديا، لان ايفر ميديا تقدم شيء يعني بسيط، شيء يعني حلوله بسيطة مو معقد، يمكن في بعضكم يشوفونه معقد. واذا احد يقول انا مو محصل ايفر ميديا، طبعا الايفر ميديا ان شاء الله يعني
راح توفر، تقدرون تاخذونه من امازون، تقدرون تاخذونه من اي مكان. عموما الجهاز هذا انا اعطيه 9 من 10، هذا تقييم النهائي، وفعلا من احسن الاجهزة اللي انا قدرت احط ايدي عليها من ايفر ميديا نفسها. عموما لا تنسون لايك سبسكرايب، وبالنهاية شكرا لايفر ميديا ان ارسلت لي الجهاز هذا، واشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.